كيف سمعت؟ محمد 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 كان مليح ها حتى شي خصك عمص ها عمص ها يا سيدي الضرب شوف الله على مول الجوده هذا 500 ريال تفضل. مرحبا بكم مشاهدينا الكرام، اهلا وسهلا بكم في هذا البث المباشر هنا من قلب السويقه ديال جرف طراس. بطبيعه الحال دائما في اطار المواكبه ديالنا لمختلف المواد الاستهلاكيه، وبطبيعه الحال فالدلاح يعني الثمن ديالو 5 دراهم، وايضا البطيخ الاحمر الثمن ديالو 7 دراهم. ومعنا بطبيعه الحال واحد من التجار اللي كيبيع هنا للاسم ديالو الحسن، بطبيعه الحال اللي غيقربنا من الاثمنه، وقربنا ايضا الثمن الطريقه الفريده من نوعها اللي داير مع الناس الدراوش الناس الفقراء باش انهم يشريوا الدلاح ويشريوا البطيخ من خلال المنح ديالهم، يعني حتى اللي ما قدر على دلاحه كامله فممكن انه يشري نص دلاحه او 4 دلاحه حسب القدره ديال كل مواطن. السلام عليكم. الدلاح تمام مناسب، كاين هذا تنبيعو ب 5 دراهم كيلو، والدلاح تنقسمو على 4 على 5، تمام مناسب. كنت تبغي كيلو كيلونس تبغي كيلونس كيلو تمام مناسب والمليح جودة. شحال داير شحال داير؟ 5 دراهم 5 دراهم نقسم هاد الدلاح على 4 على 5، يعني تقدر تقسم الدلاح على 4 على 5 على 5. كنت تمام مناسب، كاين فقراء بزاف كان فقراء بزاف تدي بزاف كاريتي بزاف الانسان دابا مقاد على الثمن، يعني ما قادش مقاد على تدي تلعب 60 50 درهم 40 درهم نقسم على ها الطريقه دابا قلنا في التفن معايا هضر الناس على الطريقه كي دايره الطريقه قسم الطريقه قسم على 4 قسم على دابا معايا الا بغات كيلو كيلو نص نعبر الانسان وكل تمام مناسب الانسان دابا تبغي الكاليتي كان دابا معايا بها 5 دراهم ما كاينش كاليتي 7 دراهم حاجه كاليتي مزيان يعني تقسم على 4 على 5 كلشي انسان تيدي كيلو نص كيلو اللي عجبو انسان تيدي يعني الطبقه الطبقه فقيره بزاف في مدينه الجر يعني هنا شكون كيجي بزاف يعني الناس اللي كيجيو لهاد السلطه بزاف من الفقراء بزاف هنا في الجر بزاف اش تيجيو الناس من كادي داخل السلام على 7 7 ارخا ما كاينش بلاصه كلين غاليه واش هاد السلطه يعني رخيصه اخس تمام اتم خيالي اخص الماء نفع الجر سوس كل شيء تمشي اي بلاصه تلقى يا ازقان الجر رخيصه كل شيء رخيصه وقدرات تاهي كل شيء رخيص تخليطه 4 دراهم 120 ريال فيها كل شيء تخليطه دابا الخضره فيها كل شيء الخضره فيها رخيص الزول فيها اللافت فيها كل شيء ب 6 دراهم ب 4 دراهم كل شيء مخلص تمام مناسب كلشي انسان دابا كلشي بغاو يعني مسلكه مسلكه بزاف تجذب بها الكليان وخدام بها ديما
فالنصيب ديالنا الحمد لله. لا 100 درهم اخويا 100 درهم. ها السيده كذا كذا بيتين رابعه مسكين عبروا لي. ها هرب مسكين اش بندير ليه قاعد على والو اش بندير ليه. نعم اخويا لا لا اخويا لا لا ثمن نصيب قلنا كلشي دابا نقصناه الثمن اللي باغي انسى تيدي باش نشدو كلشي كليان تيجي عندك دابا يوميا حتى بغا كيلو كان مسكين كاع ما مجوج مسكين بغا بغا 300 ياكل تيتشهد 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 كاع كعبر ليا كيلو نص كيلو ما قاد عاد دلعها كلشي داها مسكين هذا هو المشكل في الجر هذا ديال الشيشه ومليح الشيشه كاين ديال الدكاله الدكاله توا فيه كاليتي مزيان وشي تقدر نسع كلشي تنعبرو يبغي نسع تيدي بغا كيلو كيلو نص تيدي كلشي انسان تيدي كلشي اللي عجبو هنا تنسقو مع انسان دابا تنسقو تمام خيالي ما خصوش خصو فلوس انا نقول سيت تجيبهم كاع خصو الفلوس تنقول سيت تجيب الفلوس كاع ما عندك ما معروفين هنا هذا هو نقول هاد الناس شكرا حتى 4000 حتى 4000